وفقا لآخر استطلاع للرأي أجراه معهد إلاب الفرنسي ونشر مؤخرا، حصل الرئيس إيمانويل ماكرون المنتهي ولايته على 28.5% من نوايا التصويت في الجولة الأولى، والفجوة تضيق بينه وبين مارين لوبين مرشحة أقصى اليمين التي يقدر الاستطلاع نفسه أنها ستحصل على 22% من نوايا التصويت. أما في المركز الثالث فيحل جون لوك ميلانشون عند 15% من الاستطلاعات، متقدما على المرشح اليمين المتطرف إريك زيمور الذي حصل على 9.5% وفاليري بيكريس مرشحة اليمين الديغولي 8.5% في الجولة الثانية. يبقى السيناريو الأكثر ترجيحا هو مبارسة جديدة بين ماكرون ولوبين. في هذه الحالة يحصل ماكرون على 53% من الأصوات مقابل 47% لمرشحة التجمع الوطني، متقدما بوضوح على منافسيهما في الجولة الأولى. انتقد بعض المراقبين نزوع استطلاع الرأي إلى توجيه الناخبين لأنها تضاعفت في الأسابيع الأخيرة مع نتائج متناقضة أحيانا، ومع دعوة المرشحين لناخبيهم إلى التوجه لصناديق الاقتراع لتحديد من سيكون سيد قصر الإليزي للسنوات الخمس المقبلة. ليث بزاري، الحدث، باريس.